السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، يلقاكم إن شاء الله هذا الفيديو في أحسن الأحوال والظروف. اليوم إن شاء الله مع وصفة جديدة، غادي نحضر معكم واحد كيك مختلف على الكيكات العاديين، واحد الكيك صحي نوعا ما. بالنسبة للمقادير إن شاء الله ديال هذا الكيك، هذا غنحتاجو فيه عندنا 5 المعالق ديال السكر سنيده. نتوما الا ما كنتوش كتبغيو الحلوه ما ديروهاش كامله، ما ديروش 5 المعالق كاملين، ولا ديروها 5 المعالق صغار. عندنا هنا التمر واحد الكميه قليله، وعندنا كذلك الكركاع وجوج خمارات حمرين، عندنا جوج بيضات يكونوا خارجين من الثلاجه من قبل، يكونوا المهم جوج بيضات ولا 3 صغار. وعندنا واحد شويه تاع اللوز، عندنا 5 المعالق ديال الزيت بهذه المعلقه هذه، وعندنا كذلك الطحين ديال الشعير ولا الدقيق، دقيق الشعير، شويه ديال الملح لتصحيح الذوق، والخل كذلك واحد قطره من الخل. ندوزو ان شاء الله وعندنا القهوه باش نديرو، نقدر ندير الفاني ولا قشره ديال الحامض، انا درت القهوه. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، هنا غادي نديرو البيض، غادي نهرسوا البيض في الاناء كيف ما قلت لكم، ديروا 3 ديال البيضات صغار ولا 2 كبار، ولا بغيتوا تدوبلوا المقادير ديروا 4 ديال البيضات. بالنسبه صافي غادي نضرب البيض مع السنيده، نخدم انا غير بيدي يعني، ما غنستعمل لا باتور لا حتى شي حاجه، غادي نضربوا معايا بالفرشيط لانه ماشي ضروري انك يعني تضربي مزيان، فكتجي واخا كتجي رطبه وكل شيء. دابا تشوفوها كيفاش كتكون الشكل النهائي ديالها في الاخر ديال الفيديو. صافي هنا بعد ما ضربت البيض غادي نعبر السكر ثاني دا قدامكم، باش عفوا انا بغيت نهز السكر وزيت الزيت تلفت. هنايا غادي نحسبها 1 2 3 4 5، انا راه ديجا عبرتهم وهي 6 ديجا عبرتهم، راه غير بيت نعاود نعبرهم قدامكم. المهم نتوما الا ما كنتوش كتبغيو الحلوه ما ديروش 6 ديال المعالق كاملين، حيت جات شي شويه حلوه لحقاش دهنتها بالعسل من الفوق بعد ما طابت، زايده شي شويه في الحلاوه زائد التمر اللي عندها من الداخل. ما ديروش 6 ديال المعالق، ديروا غير 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده غتجيكم هي هذيك. صافي ضربت البيض مع السنيده، هنايا غادي نعبر الزيت حتى هي، غادي ندير 6 ديال المعالق، عبرت لكم بالمعلقه باش يجيكم القياس هو داك، غير هو السكر ما ديروش 6 ديال المعالق غادي تجيكم حلوه، ديروا غير 4 ديال المعالق تجيكم هي هذيك. هنا عبرت 6 ديال المعالق ديال الزيت، صافي غادي نخلط باش ندوز المكونات الاخرى ان شاء الله. كيف ما قلت لكم انا خدمت عيب الفرشيط، يعني ما كتحتاج لا باتور لا فويل حتى شي حاجه، خلطت انا غير بفرشيطه. صافي غادي نخلط هذا الزيت باش تخلط مع داك البيض والسكر سنيده. صافي وغادي ندوز باش نضيف المكونات الاخرى، ندير واحد شويه ديال الملح لتصحيح الذوق، كذلك قطرات من الخل. الخل اي نوع درتو، بيض الاخر ماشي مشكل، بحال بحال. صافي غادي نخلطهم صافي باش ندوز للمكونات الاخرى ان شاء الله. صافي هنايا غادي ناخذ التمر، هو التمر مغسول من طبيعه الحال، غادي نزولو العظم، يعني هذيك الكميه كامله ما درتهاش. انا هزيت الكركاع واللوز هرمشتهم غير واحد شويه، قطعتهم غير بالسكين اولا بالموس، وتمر كذلك قطعته طريفات وصافي. وريتكم الكميه اللي خليت، ما درتش هذيك الكميه كامله، درت منه غير شويه. وهنا غادي نضيف دقيق الشعير اللي هو حتى هو غادي ندير 6 ديال المعالق، ديروا 6 ديال المعالق. وفاش غادي تخلطوا العناصر مع بعضها، الى غادي نضيف 2 خمارات حمرين باش ما ننساوش نغربلهم. بالنسبه للدقيق راني غربلتو قبل لانه هو كيطير بزاف، الا جيت نغربلو غادي تطبب ليا الكاميرا، غربلتو قبل ما نحط ما نبدا التصوير. والخماره حتى هي غادي نغربلها صافي، وغادي نخلط هاد العناصر. هذا هنا الى بان لكم
الا بان لكم الخليط شويه قاسح نضيفوا واحد جوج معالق ديال الحليب، الا بان لكم هو هذاك صافي ديروه في شي مول ديالكم، في المول ديالكم ديال الفران كيف ما بغى يكون، داير ولا مربع ولا بحال بحال. المهم هنا بان لي الخليط بحال شي شويه بحال شي شويه ثقيل. المهم هنا الا درتو ثلاثه البيضات ما غاديش تحتاجوا تزيدوا لا حليب لا والو، ولكن هنا انا غنضيف واحد معلقه صغيره ولا جوج معالق ديال الحليب. هنا راه نسيت ما درتش القهوه، غير النكهه وصافي. الا عندكم الفاني ديروه، ولا القشره ديال الحامض، ولا القشره ديال البرتقال، اي حاجه عندكم بغيتو تنسمو بها نسمو بها، راه كتجي زوينه والله العظيم. هنايا ضفت انا واحد كيف ما قلت لكم واحد شويه ديال الحليبه، واحد جوج معالق ديال الحليبه وريتو لكم، كبيت غير واحد شويه منه غير باش الخليط ديالي ما يكونش قاسح صافي. درت المقادير كامله وخلطت كل شيء. دابا غادي ندوز ان شاء الله المول اللي غادي ندير فيه، غادي ندير في المقله اللي كنطيبوا فيها البسمان والمخمار وداكشي. هي فاش غادي نطيب، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده ولا الزيت اللي كاين، وغادي ندير ليها الدقيق نيت ديال الشعير، هو اللي غادي ندير ليها في التحت. هذاك اللي كتشوفوا راه الطحين ديال الشعير، ماشي الدقيق الابيض، ماشي الفورس. صافي غادي نحطها ان شاء الله باش ندخلها الفران، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما غادي نخرجوا هاد الكيكه ديالنا ان شاء الله من الفران. الفيديو ديال اليومين اللي اعجب ديالكم، وكنتمنى تجربوا هاد الكيكه هادي وتقولوا لي كي ترجعوا لي كيف جاتكم. فراه اكيد صحيه، فيها اللوز وفيها القرقاع، فيها التمر، فيها دقيق الشعير، فقط حيدوا السكر وغادي تولي كيكه صحيه 100%. هنا دخلتها الفران، وهذا هو الشكل ديالها النهائي بعد ما كنخرجها من الفران. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها، راه كتجي غزاله وكتجي بنينه، في واحد المذاق بنين بداك ديال الشعير. هنا نتوما التزيين كيبقى لكم على حسب الاختيار. انا درت واحد المعلقه ديال العسل الحر، هو باش غير باش نحط عليها القرقاع باش يبقى لاصق ليا فقط. تقدروا تخليوها هكاك اولا دهنوها بالناباج، ولا ذوبوا الشوكولات وكبوا عليها على حسب الوليدات باش ياكلوه، باش يعني ياكلوه لكم، يعني راه فيها الشعير وفيها الفواكه الجافه، راها صحيه. تقدروا تضيفوا حتى الزبيب وسط هذوك العناصر اللي درت، نسيت ما قلتش لكم في الاول ديال الفيديو. صافي هنا تزين، غادي نزينها بالطريفات ديال القرقاع، وتزيين كيبقى اختياري. تقدروا تهرمشوا اللوز والقرقاع نيت وتحطوه وتزينوا به كيف ما قلت، راه التزيين تيبقى اختياري. المهم هي الوصفه، والاهم انها صحيه كيف ما قلت، نقصوا غير السكر ولا حيدوه صافي. كتبقى عندنا واحد الكيكه واللي هي من دقيق الشعير وصحيه، غادي تنفعنا ان شاء الله في شهر رمضان. واش غنقول لكم، الا كنتو كتشاهدوا الفيديو حتى لهنا كالعاده، ما تنسيوش تخليوا لي واحد الكومونتير باش تحفزوني وديروا لي لايك. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، فضلا وليس امرا ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. قناه نعيمه ام اسلام، نقول لكم مع السلامه، ونخليكم مع بعض الصور ديال هاد الكيكه بعد ما كتخرج من الفران، راه كيك رائع رائع جدا، وها هي قطعتها لكم، ف صراحه صحيه ولذيذه. ومع السلامه الى فيديو قادم باذن الله.